هاي احنا اقتربنا على الشارع، شارع 60 الاستيطاني. طبعا في اعتماد كبير اعتقد على السوق الاسرائيلي، يعني انتم حسان منشآت تجارية بشكل كبير بتعتمد على السوق الاسرائيلي او اللي بيشتروا من المناطق الاسرائيلية القريبة. العمال، هل نسبة العمال في حسان كبيرة بحكم قربها من المستوطنات، هاي المستوطنة القريبة علينا؟ بالنسبة لقريتنا 90% أو أزود شوية بيشتغلوا عمال وافدين في إسرائيل، يعني عمالة في إسرائيل في المستوطنات وفي مناطق القدس. وال 10% اللي ضلوا المحلات التجارية؟ المحلات التجارية، المحلات التجارية مش لأهل القرية جميعهم، يعني في تا من برا القرية كثير ناس جايين مستثمرين عندنا، في تا من الخليل، في تا من رام الله، في تا من القرى المجاورة.